خاصهم يخسروا بزاف لان يقلبوا الدن، يعني يقلبوا الدن لعبوا في الفواك. ترى خطيره هي، ترى هي شفت ذاك اللي يهوشها لا لا واحد شفت ما في مقطع انتشر، واحد كان يحدفها بتفاح، تفاح نعمه. شوف بقول لك على حاجه، يسكت له القرد يا خايله كذا يا خايله كذا وينط. هي عبد الرحمن اسمع كاس القزاز فهد عليه. فهد هي اساسا مسخت هي صح؟ ربي مسخها هي القرد قوم مسخوا من شو اسمه من بني اسرائيل ماتوا، يعني ما لهم نسل. هذه لا حيوانات، حيوانات من الله. طيب ها تدري ان في بعض الاحيان لا بس في ناس على بالهم انه الى الان تناسلوا، لا اللي مسخهم الله سبحانه وتعالى انقطع، انقطع نسلهم نفس حركه الانسان. اي بس انقطع نسلهم اللي مسخهم، انقطع نسلهم. بس ترى اذا جينا للذا في اختلافات كثيره يعني، بس في اشياء صح يسلم يا تقول الدنه وشي عند الحين الساعة أنا خلصت منها كسرها عقب ما ضرب الدنة لعبوا في الفواكه. بس هي زي ما تقول سبحان الله هذا موتر ثاني كان واحد عرفت يقطعين تفاح بس يزهقني يعني ما يعطيه صح عرفت كان ياخذ تفاح يسوي كذا ايوه ايضا انت عرفت فرتل طاقه القرد نط له كاس قزاز عليه حرك مراشد هاي ذبح ربع قلبين الدنة بين الجبال نط واحد يكسر قزازه الله يكون ان شاء الله. المهم يا رجال مالكم في الطويله طبعا هي سبحان الله زي ما فيها اطباع كذا من البشر لدرجه تعطيها علبه عصير الاسود تفتح عادي ترى ذكيه اي فيها ذكاء لكن صار موقف مره مع الوالد الله يرحمه ان شاء الله غمد روحه الجنه جميع موتى المسلمين لا تمزح معها وانت لحالك وغير ذا لا تاذيها لان لو اذيتها وانت لحالك عادت عليك عادت عليك وبعدين نابل واحد كذا فيها والله لا تعال يا السبع خلي رجلك بس اعوذ بالله من الشيطان ما عندي الوالد في السياره ونزل تعرف الشيبان يحبون يهبدون يرمون كان الوالد لا اله الا الله قد رفع ضغطه حب وما حب كانت تجي وتاكل عليه فمره ماسكين خط كذا لو جهت مركب يا ابو سالم المهم نازلين جهة أبها لو يطلعون في الطريق جاي يبغى يمزح مع واحد فيه فما أدري رماه لا ما أدري كيف ما أدري والله إيش سوى فيه فجأة كذا أقسم بالله زي الدائرة على الوالد ورب الإيمان لولا الله ثم إني نزلت أنا عاد نزلت بفقارة ماني عارف إيش أسوي أذكر قبل فترة أنا صغير أرمي كذا اللي هو تفارق شوي وأزرق الوالد كذا من بينهم وركب السيارة جوع عشان رماهم يعني هذا ما أدري إيش السالفة لا ما هو ما أدري إيش العلم بس يغدرون فيك إيه يغدرون فيك أنت بتكون لحالك ولا تأذيهم حتى لو أنت جاي بنية أنك تعطيهم شيء على طول والله يستغلونها حبيبي أبو زيدة شيخ أبو زيدة الله هذا قسم بالله أنت شغال عندك الخصم ما قلت شيء اللي زي اللهب وانا بس ما اقول كلمه يا الله يا رب واحد يطب على عبد الرحمن السويل يا الله يا رب يحب راسه يحب راسه وينشده ويش لونه عزره بيستانسون يقول له محبتي لك ما وراها طمايع والله يا الله يا رب شو اسمه يعطيهم قصه على طول يجلس اقول لكم كان في ايش اسمه العهد الاموي والله ما ودي اقلب عليك ترى والله ترى النتف عندي شغال الخصم شغال جديد سريع جدا لا انتبه والله والله ترى اي والله والله على السالفه انتبه انتبه والله العظيم جدا اقولها لك يا عرفتك يا زلمه ترى والله انت بندفع على طول يا الله ايش دعوه يا ابو معنا ذا معنا جد والله اقول لكم مجموعات تبغون ننسفهم ما مساكين ترى ما بيقدر بعض يجي اخوان كل ابونا اخوان لا مجموعه الاولى يتحمل النتف عقب ايش؟ اقول بعض يجي ينتف عقب ما دقيت برايك هذا الكلام انا يتحمل يجي ترى هذه نوعيه واجد نوعيه واجد ابي امزح معك بس تمزح اي انتبه حبيبي فادي حبيبي من جد وش ذا الجنتل يا ولد ما شاء الله عليك يا ولد مرتب يا اخي لب العين بس انا معجب في شيء واحد دوس حبيبي دوس دوس الله يوفقك ويجعل اعلى نسبه من نصيبك يا منصور اسم انا دائما ملاحظ فيك شيء واحد وش هو ما ادري هل انت تحب الحركه ذي وش هي ورش تعرف انت وش قد قلت لك اول وش هي تذكر احد يجيب ام طيب بس لا الساعه يا رب ما شاء الله عليه يحب يلبسها كذا صح انت كذا تحب الله الله حبيبي شكرا برشو ما داني يعني الساعه بس تنقلب كذا ما داني هو بس يحب يشوف كذا كذا
واحد لازم يكون مميز عن باقي الناس. الله انا هذا تميز فيها والله. والله طال عمرك مو بلازم ما شاء الله نظاره من الاخر يا ولد. هو المميز. لا مو بشرط. الله ما خلقك كله بعدك. ترى جالس اشوف عمري يا شيخ طالت وش الله ما خلق الانسان. اي والله حبيبي فهد حبيبي هذا الواحد المتعلم حقت محمد الحارثي الله يقويك. نحن محمد الحارثي هذا جميل. لا حقك صلوا علي اخوي محمد بن منصور تركب هذا الماركه حقتك شوف شوف جديده لكن اقصد تميز الماركه اللي بتدشنها انت عليك بالجوهر مو المظهر هذا الكلام. الله يسعدك حبيبي. يا عسى بس ما عندنا مخ احنا مره واحده. لا بسم الله عليك مخك يوزن بلد. الله يطول عمرك يا رجل. وش اللي عنده مخ؟ لا والله ما يوزن حتى حاره. اخوان محمد بن منصور يتعرض لضغوط كبيره. الله يهنيك كاتب و وزيد قلت لك شيء لا تكثرون عليه من الجدل. والله ما قلنا له شيء. ايش تقول يا فهد؟ بيض الله وجهك ابو زيد. فهد ايش تقول؟ نبي نلعب يلا خلينا نلعب. هذا الموال تكفى ذاك اللي قلت لك عليه. الموال؟ والله 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 يطلع معك. سلمت. على عرسك يا ابو منصور. دورك. يا حبيبي لك ابو منصور حبيبي والله طاب طيبك ابو منصور حبيبي طاب طيبك عاش حبيبك طيب ما يستغرب من هالطيب طيب الجنه اللي هو من اجل الطيب خبره ابو خانه تجي يا احمد سالم انتهى طالع ابراهيم ايش سلكك يلا خلنا ايش سلكك ذبي يدلدل والله لو تعرف انها وسط البرايم ليه خارج منها يعني انت والله شوف انا بحكم اني طبعا قال يا انا يا راحي يتوقع احمد بحكم اني انا طبعا المنظم والمسؤول عن 13 شخص موجود 13 نزلت واحد لا خلاص انت المفروض تنقص واحد بحكم انك اسمه منهم 13 حارس شخصي اللي معك المسؤول مين؟ في واحد حارس شخصي فهد بيض الله وجهك ان شاء الله ويلكم الطلبه فانا اشوف ان مجموعه اللهم لك الحمد ما راح تخبره سام باذن الله ها يا فهد قام فريقنا يغلط على الثاني ايش اسوي عاد انت انا انا انسان ديمقراطي امي بالراي والراي الاخر عادي بس انت رئيس المجموعه انا عامل لك بعدين خصميه تعطينا ايش لا لا بالعكس لا بس ركب على وجه صار الرئاسه الجديده يا صار والله تواجد يا فهد تواجد الفضل الله سبحانه وتعالى ثم محمد منصور هو هو مصمم مزيائي تو مصمم فهد لا سم اسمع بيض الله وجهك راعي راعي لك قلت مصمم مزياء انا مصمم مزياء فهد يقوله كيف مزياء ما ادري انا هي وش الازياء ما لابس لا يا حبيبي الجنت عندنا انا محمد منصور هو اللي اختار لي شكرا ما انا قبل شيء لا معيط لا مو محمد معيط يا فهد انت لو تلبس يا رجال خيشه الناس اللي لو يلبس خيشه لا يقعد يا حبي لك ابو منصور حبيبي ابو منصور دائما ابدا هذا الرجل اقف اجلال محترم من شافنا بعين ولا شافنا نص عين حنا نشوفه مثل ما